أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج رواد الأعمال. اليوم يعني أنا اللقاء هذا حيكون لقاء كثير أنا مبسوط فيه وسعيد فيه، علشان بحل لي أزمة أنا شخصية. هذه الأزمة متمثلة في موضوع السيارات وغسيل السيارات. أنا يعني تفاجأت وأنا ببحث أنا والأصدقاء عن ضيف نستضيفه خلال الأسابيع اللي إحنا فيها من فترة، فكان مرشح الأستاذ طارق شديد. أستاذ طارق شديد، سألت إيش الأستاذ طارق شديد بيعمل، فحكوا لي مغسلة سيارات. حكيت لهم مغسلة سيارات، ما مليانة كندا مغاسل سيارات، ادخل على أي ستيشن خد التيكت وادخل على مغسلة السيارات، غسلنا السيارة وانتهى. حكوا لي لا، هذا مغسلة سيارات يدوية. حكيت زي اللي في بلادنا، حكوا لي زي اللي في بلادنا. قلت له وين من زمان ما حكيتوا لي عن طارق شديد علشان اتعرف عليه. اهلين استاذ طارق. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد، شرف لنا ان نكون معك، واهلا وسهلا بالمشاهدين والمستمعين. اهلا فيك استاذ طارق. يعني انت بديت رحلتك في كندا اول ما اجيت بمغسلة السيارات، ولا اول ما اجيت قطعت شوط حتى تعرفت على البلد؟ شو اللي عملته لحد ما وصلت لهالعمل؟ لا طبعا، والله يا ريت بقول لو ان هالامور سهله هيك ببساطه، تفوت على كندا وتبلش في الشيء اللي انت بدك اياه بيكون عظيم جدا. انا وصلت على كندا استاذ محمد ببدايه سنه 2017، وكنت جاي اتعلم واشوف بالضبط كيف السوق الكندي. كنت بعرف من اول انه كندا بدك تكون دارس الاشياء قبل ما انت تبلش فيها، مش زي بلادنا انت على طول بتتشجع على الفكره وتنطلق عليها. بدأت حياتي هون بسائق أوبر بكل فخر وبكل شرف. الحمد لله اشتريت سيارة بالتقسيط لليوم بدفع في حقها، وانطلقت أعمل كسائق أوبر، واشتغلت مع شركة روجرز كمندوب مبيعات دور تو دور. كنت ببيع الإنترنت وباكيجات التلفونات والقصص اللي مثل هاي لمدة تقريبا سنة ونص، واستمريت سائق أوبر تقريبا يعني لحد ما فتره ما قبل ما افتح المغسله بشيء بسيط. المغسله اسمها شديد كار سيرفيسز، احنا بنقدم فيها خدمات الغسيل اليدوي بالكامل. الشيء الاساسي انه احنا ما بنلبس السياره باي شيء له علاقه بالفراش اللي ممكن تجرح السيارات، بنعمل كل شيء يدوي. عندنا مكانس خصوصي بريش ناعم جدا لتنظيف السيارات. ونعمل ديتيلينج. قبل ما ادخل بالضبط ايش بتعملوا انتوا، خليني كمان يعني ارجع شوي لورا شوي، اسالك عن الفكره كيف بدات ومن وين استوحيتها، ومتى اي تاريخ بدات هاي الفكره. والله الفكره بدات من اول ما جيت على كندا لما اشتريت السياره وقضيت فيها يمكن شهر او شهر شوي، قلت بدي اروح اغسلها. بفكر زي في بلادنا بتروح بتلاقي لك مغسله سيارات وبترسل السياره بتدفع 10 ليرات أيوة. أو ما شابه ذلك، يعني بقيمة 25 دولار كندي ممكن ولا حتى 20. فكنت هيك متوقع. لما رحت غسلت السيارة دفعت 250 دولار فتفاجأت واندهشت، فقلت لا، هذا هو البزنس اللي صح، يعني هذا هو البزنس اللي لازم أبلش فيه. إذا قد الأسعار إحنا بنقدر نعمل الخدمة بأسعار كتير أفضل. فهون بالضبط بلشت الفكرة، وقلت من هون بدي أبلش أدرس كيف ممكن أوصل لأن يكون عندي مغسلة، وشو هالإشي العظيم اللي بنعمل هون وصعب إنك تلاقيه فتدفع عليه هاي المبالغ 250 دولار عشان تغسل سيارتك. ومن هون بدأت الفكرة. كانت متى بدأت بداية إنك تحط الأرضية الحقيقية لفكرة المغسلة؟ والله مش زمان كتير بلشت بالتنظيم للعمل، يعني أنا كنت أول إشي بدي أخذ الخبرة الكافية في السوق الكندي، أتعلم بالضبط شو المطلوب منك عشان تشتغل بالسوق الكندي. طبعاً الواحد تجي له مليون فكرة وفكرة شو اللي بده يعمله، بده يروح لبزنس، بده يروح لوظيفة. فكرت في إني أروح في مجال العقار أو في مجال بيع السيارات وأحصل على الدورات المتخصصة بذلك. بس من أول ما جيت على كندا أنا في بالي إنه بدي أعمل ماي أون بزنس، لازم يكون عندي شغلي الخاص فيي، مصلحتي الخاصة فيي. التخطيط فعلا بدا من 2017 لمغسله سيارات يدويه. اول شيء هي مش حرفه بدك تكون متعلمها زي دق الحجر مثلا او زي ميكانيك السيارات، يعني شيء سهل انك تتعلمه وسهل انك تبدع فيه والسوق بحاجه له. الخطوات العمليه للتنفيذ كانت سبحان الله مع بدايه ازمه كورونا.
من سنة. طبعا طبعا، ما يعني اللي عطلني اللي هي أزمة كورونا اللي صارت بالعالم كله، عطلت كل الناس الموجودين. بس عشان أكون صادق معك، هي عطلت وبنفس الوقت شجعت، صح؟ لأنه إحنا طبعا إحنا بنعمل خدمة الديس انفكتينج، واللي هلأ بنعطيها مجانا لكل مواطنين سكان أوتوا. ديس انفكتينج نعمل تعقيم كامل للسيارات بالمواد المعتمدة من الحكومة الكندية ومن وزارة الصحة تحديدا لتعقيم السيارات. يعني هاي الخدمة موجودة بكندا وبأمريكا، تعقيم السيارات بكلف $50، وبأمريكا بتكلف أكثر من هيك، $50 أمريكي أو حتى $70 أمريكي. حلو. وأول ما فتحنا كنا نعمل هاي الخدمة بيع. لما وصلنا في الموجة الثانية بكورونا وسكرت المدينة، يعني البزنس إلي ولعائلتي، نتشاور دائما أنا وعائلتي بالتفاصيل، فإحنا قلنا لا، لازم يكون عندنا كمان جزء إحنا نعمله مع مجتمع، جزء إحنا نعمله للمدينة اللي إحنا ساكنين فيها. فقررنا إنه إحنا نقدم الخدمة هاي مجانا. وأنا هلأ بقول من خلال حضرتك، خلال هذا اللقاء، لكل إخواننا في الجالية، الخدمة هاي مجانية، بتقدر تيجي تعقم سياراتكم. إحنا بنعمل سانيتايزنج كامل، فوكين كامل للسيارة من الألف للياء، القيمة لا تقل عن $50، نعملها مجانا لكل الناس، لعل وعسى إنه إحنا نساهم في نخفف انتشار هذا الوباء. جميل. يعني من خلال كنار تي في بحكي لكم الأستاذ طارق شديد، أي حدا حاب يعمل تعقيم لسيارته في أوتاوا يتوجه للمغسلة تبع الأستاذ طارق، بيعمل له إياها مجانا، في حين هي بتكلف تكلفتها الأصلية $50. وعنوان المغسلة هذا هو أوتاوا 2592 ديلزوتو أفين. أوكي. طيب أستاذ طارق، أول ما بديت الرحلة في المغسلة، أنت سجلت شركة، سجلت مؤسسة؟ طبعا سجلت شركة فيدرال كومباني اسمها شديد كار سيرفيسز، والتسجيل كان متخصص في خدمة السيارات وتحديدا قطاع غسيل السيارات. حلو. وبداية ما بديت في هذا العمل، ايش الصعوبات اللي واجهتك اثناء التسجيل واثناء هل في صعوبات معينه؟ هل كان مطلوب منك تراخيص معينه؟ هل كان مطلوب منك شهادات معينه؟ شهادات معينه لا، بس كانت الصعوبه اول شيء بالاسم. يعني كنت بحاول الاقي اي اسم يكون لطيف، بعدين لقيت اسم عائلتي اللي سهل انك تسجله، لانه رجعوا لي 4-5 مرات الاسم، انه هذا الاسم اوريدي كان محجوز لخدمات السيارات. تعرف كندا قطاع السيارات قطاع كبير جدا فيها. نعم. الصعوبة الأكبر هي الظروف اللي قاعد بتصير بكل مكان بالعالم، قصة الكورونا وقصة الجو. يعني الفترة اللي احنا فتحنا فيها، احنا انطلقنا ب 15/10/2020. الناس كانت بتسكر فيها الشركات تبعتها، والناس بتعلن إفلاسها في شركاتها، احنا انطلقنا بهذا كان في مشكلة الكورونا واصلة حدها، يعني تأثير طبعا على المؤسسات وشركات كبير. إذا متذكر أستاذ محمد، كانت الفترة اللي بيقولوا فيها رح تيجي الموجة الثانية من كورونا، والناس خايفة أكثر. وطبعاً داخلين على موسم شتاء، موسم شتاء يعني ما حدا بيرسل سيارته بالشتاء، الناس تستنى لحد ما الربيع يبلش. فهذه كانت أكبر أزمة. لكن كان القرار إنه إذا إحنا قدرنا ننطلق بالفترة الأصعب، فإحنا رح نستمتع بالنتائج بالفترة الأسهل. أحسنت. والحمد لله رب العالمين، في أصعب الظروف إحنا بلشنا. مشاكل تانية كانت صعبة جدا، إنك تلاقي المصادر للمواد. يعني أنت بتدور على مصادر متخصصة جدا. إحنا أستاذ محمد نعمل الغسيل الخارجي بنوع معين من الصابون، يختلف عن الكراسي، يختلف عن الأرضيات، يختلف عن البودي نفسه، يختلف عن الماتور. فيعني في مجموعة مواد متخصصة جدا، كان صعب علينا إحنا نلاقي مصدر يكون ثقة ويكون له تاريخ كبير بعالم غسيل السيارات. وهاي المواد أنا اللي صدمني جدا إنها مكلفة جدا، عشان هيك استوعبت ليش هلأ كانوا يطلبوا $250 على غسيل السيارة، لأنه المواد فعلا مواد مكلفة جدا. طيب أعطينا سر التكلفة كم مقارنة بالمعاناة اللي عانيتها أول ما غسلت سيارتك؟
هاي الفكره. انا اول ما بلشت قلت لازم اكون اربح قليل جدا جدا جدا، بس على الاقل يكون لي مكان منيحه بالسوق، اخذ حصه منيحه واعمل خدمه ممتازه. هلا السياره غسيلها مكلف، لانه قديش تاخذ عدد ساعات؟ انت بتعرف المينيمم ويجز بكندا 15 دولار عشان تغسل سياره ديتيلينج بالتفصيل. التفصيل انت بدك ما لا يقل عن من ساعتين لثلاث ساعات على الاقل. فانت بتحكي عن تكلفه الموظف العامل لو بده ياخذ المينيمم ويجز، بدك تحكي عن 45 ل 50 دولار تكلفه العامل، غير عن تكلفه اجره محل مواد، واحسب كل الحسابات اللي انت بدك اياها بالدنيا. صح. فيعني عمليا تكلفه السياره حقيقه ما بتقل عن 70 75 دولار، ما بتقل. هاي بس تكلفه عليك. طبعا طبعا طبعا. انت بتحكي عن ماكينه شامبو وماكينه ستيمينج ومواد تنظيف وشغل يدوي بالكامل، مي، كهرباء، اجره المحل كامل متكامل. قبل ما نحكي عن موضوع الضرائب، انت بتحكي عن هاي التكلفه من 50 ل 75، من 75 يعني من 70 ل 75 كتكلفه. نعم. فالاسعار انا بديت فيها فعليا هذه ب 75 دولار واعلى. المعدل اللي باخده هلا انا عامل عرض لانه الموسم، ولانه طبعا احنا في ظروف صعبه، بغسل السياره السيدان ب 100 دولار شامل كل المذكور، شامل شامبو للارضيات، شامبو للكراسي، تنظيف الماتور، غسيل داخلي وخارجي، وستيمينج كامل متكامل، وازاله الملح. والزباين، في زباين، في يعني في اقبال على هذا الخدمه؟ يعني شوف، ان المنطقه اللي احنا اللي بلشنا فيها الشغل دلزتا افنيو هي منطقه قريبه من منطقه فيندلي كريك. فيندلي كريك لحالها فيها 5500 منزل بمعدل سياره ونص لكل منزل، يعني بتحكي عن 8000 سياره بس للمنازل. زائد في عندنا في المنطقه ما لا يقل عن 30 شركه سيارات، سواء كانت من شركات بتبيع سيارات جديده او شركات مستعمله. احنا قريبين كثير من بانك ستريت، والحمد لله رب العالمين في عندي عقود عمل مع ديلرية كتير، مع 7-8 شركات بيع سيارات. زائد منصوق أنفسنا الحمد لله بالشغل اللي منيح، يعني الريت تبعنا عالي جدا على جوجل. الملاحظات اللي الزباين بيحكوها عنا بعد ما إحنا يرسلوا سياراتهم عنا ملاحظات جميلة جدا، رضا كامل متكامل والحمد لله، ومستمرين بهذا النهج إن شاء الله. ما شاء الله. خلينا نفرجي المشاهدين شيء من الفيديوهات اللي بتفرجي الخدمة تبعكم. يعني كل شيء بتعملوه بحذر وعناية، وبتستخدموا معدات تكون حساسة للسيارة، ما تجرحهاش، ما تأذيها، ما تعمل أي ضرر على السيارة. طبعا طبعا أستاذ محمد. هلا أنت عشان تكون عارف الفيديوهات اللي أنت بتشوفها من الطريقة اللي إحنا بنعملها بالضبط. نعم. هاي المكنة تبعت الشامبو اللي إحنا بننظف فيها الكنبيات، بننظف فيها الأرضيات، هاي الفراش اللي إحنا بنستعملها عشان ننظف كل زاوية جوا السيارة، التابلو، غطاء المسجل، كل المناطق هاي الحساسة بننظفها بهاي الطريقة. موتور السيارة احنا بنتعامل معاه بحذر شديد جدا جدا جدا، وبننظفه من خلال ماكينة بخار. هاي ماكينة البخار احنا بتقعد عشان نشغلها على كل سيارة ما لا يقل عن نص ساعة لحد ما تعطينا بخار يتناسب مع التنظيف الموتور بدون ما انه نأذي اي كهربائيات او الموتور نفسه. نعم. فيعني البزنس احنا اشتغلناه بالطريقة المهنية اللي مجربة على كل انواع السيارات، انه احنا ما نسبب اذية اطلاقا لاي شيء داخل او خارج السيارة. والاهم اللي هو التنظيف الخارجي. اذا انت بتنفع السيارات لما بترسلهم في المراسل الالكترونية كيف بصير الدوائر، صح، اللي بتشحط بسبب الفراشي، احنا بنستعمل عمليا اسفنج من الاسفنج الناعم لغسيل السيارات من الخارج. اللي نكون محافظين بالمطلق على البويا وعلى الدهان اللي ما نأذيش ولا أي شيء فيها.
طب اخي طارق، الخبره هاي من وين اخذتها؟ يعني هل محتاج الموضوع خبره، محتاج تتعلم ولا؟ طبعا اذا بتطلع استاذ محمد على فيديوهات اليوتيوب، في ناس متخصصين جدا بيعملوا فيديوهات يوتيوب لغسيل السيارات بالتفصيل الممل، بحاجه لخبره تعليميه عمليا. يعني انا خبره اخذتها من التعليم، يعني تبعت في دورات، درست في شويه مجلات في عالم السيارات، وكتب فيديوهات على اليوتيوب، حتى اشتريت فيديوهات تعليميه للديتيلينج، لانه لازم جدا تفهم المواد اللي انت بتتعامل معاها، لازم تفهم شو هاي الماده ممكن تاذي اللون تبع فرش السيارات ولا لا، تقدر تحط هاي الماده على عجال السيارات ولا لا، كيف تلمع العجل، كيف تشيل ملح من السيارات. فيعني في كثير انواع موجوده للتنظيف بالسوق، بس انت لازم تكون عارف بالضبط اي ماده بدك تستخدم وكيف لازم تستخدمها، حتى التكنيك امتى تبلش وبايش تبلش وين تخلص وش تنهي، كمان العمليه ترتيبيه من الالف للياء لازم تبدا فيها وتنهيها بطريقه صح. العمال اللي جبتهم عمال اصلا مدربين ولا انت دربتهم؟ انا دربتهم عمال، عندنا عمال عرب بكل فخر طبعا، دائما اتدربوا عندي بالمغسله واخذوا وقت طويل بتدريب مدفوع الاجر، وهلا الحمد لله هم يعني بتقدر تحكي عنهم ناس بروفيشنال بغسيل السيارات اليدوي، وبنزل تحت ايديهم انظف وارتب شغل موجود ما شاء الله. طيب ايش اصعب فتره مريت فيها وايش اصعب موقف مريت فيه اول ما بدات؟ اصعب فتره لما قالوا الاغلاق الثاني بلش، الموجه الثانيه بلشت وبلشنا بالاغلاق، لانه في الفتره اللي انا بلشت الناس تعرفني وكنت صارف مصاري منيح على موضوع التسويق، سواء كان من فلايرات او اعلانات على الفيسبوك او السوشيال ميديا كله، تيك توك على انستغرام على كل هاي القصص، وصلت مرحله بدخل عندنا في المحل كل يوم 4 ل5 سيارات وبلشت الناس تعرفني. في اليوم اللي قالوا فيه سكرت المدينه، مع انه احنا بنقدم اسينشال سيرفيسز اللي هي السانيتايزنج للسيارات. اوكي. ولا حدا، بمعنى ولا حدا، يعني المدينه كامل ما في شيء. كنا بس قاعدين من موجودين بالمحل ما بنعمل ولا شيء، يعني اول 10 ايام كان لا شيء اطلاقا. اصعب موقف، في مواقف كثير بتكون مضحكه، يعني في مواقف يعني مثلا سيارة بيكون يتصل عليك زبون يقول لك انه هاي السيارة لا انا سيارة نظيفة ما فيش فيها ولا اشي، بس ويفاصلك على سعر، مع انه دير بالك احنا بنعطي السعر الافضل في اوتو، تروح شوف كل الاسعار الموجودة، شوف الويبسايتات شو بتعطي. وهلأ انا لكل مستمعينك راح اعمل عرض لن تصدقه، مجنون جدا، راح اعمله هلأ معك العرض، لا يمكن انه احد ينافسه. بس من اقرب المواقف، واحد فاصلني تقريبا ساعه على التلفون وعلى المسجات لما جاب لي السياره، ما رضيش يوقف وانا بدي اشوف السياره قبل ما ارسلها، قال لي خلص بشوفك بكره، وسحب حاله وراح بعد ما خلص. خاف تعمل فيه شيء. فعليا خاف او قال لك يا بدي ارجع، رح يرجع لي السياره رح يكبها. يعني سياره كانت لا تصف، مش سياره، انا ما بعرف هو من كثر جواها وبقدر يسوق السياره. من كثر ما انا متوقع، يعني بقدر اتصور انه تركها وهرب، يعني حتى مش سائق فيها من كثر ما بدايتها. تركها فعليا وهرب، احنا اشتغلنا فيها 4 واخذت معنا 9 ساعات. والتزمنا مع الزلمه بالمبلغ اللي احنا حكينا له اياه، ولما رجع علينا ما هو كان مستحي من حاله انه شو بده، يعني ما كانش مصدق انه رح ننظفها، والحمد لله نظفناها ورجعناها كانها جديده. الحمد لله. طيب يعني انت بتتوقع انه الكواليتي اللي بتعملوا فيها تنظيف السيارة هو اللي بيخدمكم، ولا في سرعة الأداء، ولا السعر هو اللي بيخدمكم؟ الأهم المصداقية. احنا سألنا زمان، يعني احنا لما بيجي الزبون بنقول له احنا بدنا نعمل لك 1 2 3 4 بهذا السعر، بدك اشي اكتر، تتوقع منا اكتر، ممكن انك تضطر انك تدفع. هذا الشيء الأساسي. بيجي زبون بقول قديش، بدها تعرف كيف الموضوع شوي في تمويه لما بتقول غسيل سيارات، بس بقول لك برسل لك اياها من برا ومن جوا بشامبو وبدي منك $100. هلا هذا ممكن يكون معناته انك تزيد شويه شامبو وتقول له تفضل هاي سيارتك واطلع. هلا احنا بنكون صادقين مع الزبائن، نقول له بال $100 احنا بنعطيك غسيل كراسي ارضيات
تلميع ازاز، تنظيف موتور وبراني جوا. في سيارات تضطر انك انت عن جد تفك الكراسي وتفك كل شيء جوا السياره وتعمل لها، انت عارف يعني، دش حمام ايوه كلب. هلا قبل ما توصل للسياره تبلش فيها، احنا بنكون سادين مع الزباين، بنقول له احنا بنقدر نعطيك 1 2 3 4 ب 100 دولار. اوكي في زباين مثلا بيجوا عندك بيكون في حرق بالمقعد، وبيكون فعليا تخيل بيكون متوقع منك انك انت تعمل له شيء سحري بالموضوع، انك تسكر له حرق السيجار. فاحنا حتى هاي الخدمات صرنا نضيفها، اذا بدك حتى حرق السيجار احنا نسكر لك اياه، بكلفك هالقد من هالقد زياده. اذا بدك تشيل الملح اللي له 5 سنين ومش شايله، مش نفس لما تقول لي شيل الملح تبع السنه هاي. فانا يعني بقول الاساس في النجاح في العمل هو كان المصداقيه تبعتنا مع زبائننا قبل اي شيء ثاني. ممتاز. طيب انت الان بتحكي انه في تطوير عماله بصير على الخدمات اللي بتقدموها، نعم صحيح. هذا التطوير بيجي بناء على سؤال الزباين إلها ولا انتم بتكونوا عاملين دراسة للموضوع؟ الجهتين مع بعض، طبعا الزباين بيجوا، اهم تطوير هلا احنا انطلقنا فيه ما كانش موجود هاي الخدمه نعم بالتفصيل، اللي هي البوليش والواكس للسياره. احنا بنغسل السياره بس ما بنصلح الشحطات اللي فيها. نعم ف بيجي لك زباين بيقول لك يا عمي طب بتغسلها، فيش مجال تلاقي لك حل لهي الشحطه الصغيره. طب فيش حل سحري بالفرشاية تبعتنا أو بالشامبو، مش رح أرجع لك لون السيارة زي ما كان. فهلا طورنا، جبنا خبير الحمد لله رب العالمين، اتفقنا معاه وأخيرا خبير يعني عنده 25 سنة خبرة في بولش السيارات، صار موجود هلا معنا بالمغسلة، وبنقدر نقدم خدمة البولش للسيارات وكمان أقل من نص السعر الموجود دلوقتي. بنعمل خدمة بولش كاملة للسيارات، ترسل سيارتك أي شحطة فيها بنصلحها، بدك تعاود ترجعها من اول وجديد كانها سياره جديده، بنقدر نعمل هذا الكلام، ونعمل خدمه الواكس كمان. بلس ماشي. خدمه اللي قلت لك عنها قبل شوي قصه الحروق السجاير، نقدر ان يعني مش نرجعها 100% ولكن نقدر نسكر حروق السجاير بطريقه نوعا ما بروفيشنال. طيب أخونا بهاء بيسألك ما هي النصيحة للتعامل مع ملح الشتاء مع السيارات؟ السنة بسنة لازم الواحد أول ما يخلص الموسم ينظفه، هذه أهم شيء بالدنيا، لأنه في ناس بتراكم الملح بيخلي يقول لك السنة اللي بعديها اللي بنظفه. لا، إذا بدك تخليه للسنة اللي بعديها صدقني بتأذي السيارة، القماش تبع السيارة الأرضية تبع السيارة بتأذيها. الشيء الأفضل إذا أنت بدك تتغلب كثير فيه امسحه أول بأول، يعني إذا بتخلي عندك قماشة وأنت كل يوم بعد يوم في موسم الشتاء قماشة ناشفة بس تنزل وتمسح الارضيه بكون كثير ممتاز، لانه القماشه رح تسحب الملح من ارضيه السياره. الشيء الاهم انك بعد موسم الثلج لازم تغسل السياره، لازم تعمل لها شامبو. طيب بدي أسألك عن الفترة اللي انت حسيت انه خلص انت نجحت، يعني انت لما بتبدأ اي مشروع اي بزنس بتكون متخوف انه ممكن انجح ممكن يصير عندي مشاكل، وخاصة انت داخل على موسم اول شيء دخلت فيه بيحكوا لك عنا كورونا ماشي، فمتى حسيت انه لا الحمد لله استقر الامر والان احنا بنقدر نحكي انه ثبتنا حالنا في البزنس صار البزنس تبعنا مقبل على النجاح؟ الحمد لله رب العالمين، طبعا التوفيق من الله الحمد لله. الحمد لله. النجاح بالضبط بالفترة الثانية من الإغلاق الثاني، لما بلشت الناس تيجي حتى مع إنها الإغلاق موجود. نعم. هلأ إصرارنا أنا والطاقم العمل تبعنا إنه إحنا بدنا ننجح بنص هالتحديات هاي، بدنا يكون لنا اسم موجود، والعمل ساعات طويلة جدا. المغسلة عندنا بعرفش مثل في البلد بيقول ولا بلاش منه المثل طيب مثل يعني شوي بالباقي لنا عندنا بالبلد، بس بقول لك اذا بتوقف على الشغله اللي لك تنتج نعم تعطيك، اي شيء بتوقف عليه بيعطيك. ساعات طويله جدا، انا بكون موجود بالمغسله الساعه 8 الصبح ومرات 7 ونص. بنسكر المغسله على 8 المساء سواء كان في الصيف او في الشتاء عشان اوصل للناس، لانه الحمد لله رب العالمين لما جيت على كندا زي ما قلت لك اشتغلت بروجكت دور تو دور، انا رحت للناس دور تو دور اقول لهم مرحبا انا ساكن جنبكم هون وانا فاتح بزنس جديد هون،
يعني ساعات طويله قضيتها وانا بس بصور بنفسي حوالي. يعني انت رحت على الناس الجيران تبعونك، لفيت عليهم مكان مكان وبيت بيت وسالتهم، حكيت لهم انك عندك. طبعا ولليوم بعمل نفس الشيء، بروح على الجيران وفي المنطقه لسه المنطقه ما خلصتهاش لف. يعني انت زي ما قلت لك عندك 5000 بيت، يعني ما لفيتهم مش لسه كلهم، بس راح الفهم. بدور على الجيران وبشرح لهم عن المغسله ايش هي واحنا شو بنقدم خدمات، وبعطي خصومات خاصه للحي اللي انا موجود فيه كمان. بروح على كل الشركات الموجوده يعني حوالي، شركات كثير في المنطقه اللي احنا فيها غير عن الشركات السيارات، في عندنا شركات بناء وعقارات وما الى ذلك، بروح عليهم وبحكي معهم وبعطيهم الفلاير تبعنا والبزنس كارد وبفاصلهم وبفاوض فيهم وبعطيهم اوفرز معينه. طبعا لازم اروح على كل هذول الناس واستمر بهذا النهج، والحمد لله. يعني هلا الحمد لله رب العالمين الوضع صار ممتاز جدا، عندي زي ما حكيت لك تجار سيارات كتار بشكل يومي بيجيبوا سياراتهم، وطبعا بيكونوا شارينها من زباين ولا من الاوكشن وبيجيبوا لنا اياها زي ما هي، احنا بنرجعها كانها جديده الحمد لله. إجا عليك وقت خفت فيه حكيت يبدو إنه قراري كان خاطئ؟ ابدا اطلاقا، يعني اجى علي وقت احبطت فيه انه العشر ايام اللي ما اجاناش فيه ولا حدا، بس كان هذا تصميم انه احنا بدنا نوصل للناس، اذا الناس ما اجولناش احنا بدنا نروح. نعم. اما انه كان قرار ابدا لا اطلاقا. طيب خلينا نحكي لجمهورنا، ايش العرض اللي انت عاملهم اياه؟ هلا هذا العرض خص نص، ويعني بعرف شو راح يصير بعديها فيه وبالسوق ابدا. هذا لجمهور كنار. طبعا لجمهور كنار، انا زي ما انت عارف معدل غسيل السياره بكندا ببلش ب 100 دولار اللي احنا بنحكي عنه، شامبو مع داخلي وخارجي مع تنظيف موتور مع كل شيء، مع مسح تابلو كل كامل متكامل مع التلميع. نعم. 100 دولار بتكلف الغسله الواحده. لكل مشاهدين ومستمعين كنار انا راح اعمل اشتراك سنوي يكلف 12.5 دولار الغسله. الغسل 12.5 دولار. 12.5 دولار، بحيث انه بيقدر يغسل الواحد سيارته داخلي وخارجي لمستمعين ومشاهدين كنار داخلي وخارجي مره في الاسبوع بمعدل 4 مرات بالشهر، بتكلف 50 دولار بس الاشتراك بيكون سنوي. نعم. فانت طول السنه صيف شتاء ربيع طينه وات ايفر بدها تضلها نظيفه فيش فيها ملح، كامله متكامله مغسوله من جوا ومن برا، كل اسبوع تعال اغسل سيارتك عندنا بكلفك الغسله الواحده 12.5 دولار. هلا انت في اذا بتروح على الكازيات بدك تغسل سيارتك بتغسلها بتدفع 17 ولا 11 ولا 12 دولار عشان تغسلها خارجي بس. نعم. انا بقول لك هوفر مع شامبو مع غسيل موتور مع غسيل خارجي مع داخلي مع مسح غبر كامل متكامل لمستمعينك مشاهدينك 12.5 دولار الغسله الواحده، بشرط انها تكون 4 غسلات بالشهر الواحد، يعني غسله كل اسبوع 50 دولار شهري 600 دولار طول السنه. بقسطهم ولا يدفعهم مره واحده؟ يعني يدفعهم مره واحده، يعني اذا كان حبيبك حصل تلحسوش كله، بيعمل الاشتراك اذا قلنا مثلا اشتراك من 1/4 بيخلص 1/4/2022، بس له كل اسبوع يجي مره يغسل سيارته داخلي وخارجي. جيد، يعني انت بتعمل له عرض اقل من عرض الغسل اللي بيغسلها في الاوتوماتيك ووش هذا. بس هم بيعملوا اوتوماتيك ووش هاند للخارجي، انا بحكي عن تلميع اعجاب. لا انت بتحكي عن تلميع وغسل خارجي وغسيل كامل. بحكي عن غسيل الترانك، تنظيف الماتور، خارجي، داخلي، تلميع اعجاب، شامبو اذا احتاجت، هوفر، تلميع كل البودي من جوا كامل متكامل، بتحكي عن 12.5 دولار بالغسله الواحده. يعني يا جماعه اللي متعود يغسل سيارته كل اسبوع فهذا عرض خيالي بالنسبة له، لا يعوضه ولا يتركه يفلت من إيديه. طيب جميل جدا. أنا بدي أدخل شوي هيك في المشاريع الأخرى اللي أنت بتعملها، لأنه أنا سمعت أنه أنت مش بس بتعمل في غسيل السيارات، كمان عندك أشياء ثانية اشتغلتها وفي أشياء ثانية بتشتغلها. تمام. هلا انا اللي عندي 3 شغلات مقسمهم بحياتي،
الشغلة الأولى اللي هي مغسلة السيارات اللي أنا موجود فيها، واللي من مكتبي بدير الشغلات الثانية كمان بنفس الوقت. الشغلة الثانية اللي عندي، عندي شركة اسمها فاربت نير، طبعا هي شركة كندية، فاربت نير دوت كوم، هذا الموقع الإلكتروني الخاص فينا، وهي أول شركة متخصصة بتقدم هدايا للناس، تحديدا احنا بلشنا بالسوق الفلسطيني وقريبا داخلين بالسوق الأردني، لأهلنا الفلسطينيين الموجودين بكل دول العالم وحابين يهدوا هدايا لأهاليهم في فلسطين، بيقدروا يفوتوا على موقعنا farbatnir.com، بيختاروا من السوق المحلي الفلسطيني بالأسعار المحلية الفلسطينية هدايا لأهاليهم وأحبابهم، بيقدروا يشتروها أونلاين وإحنا بنوصلها لأهاليهم في فلسطين. ما شاء هلا الله. على سبيل المثال، أنا هذا الشغل بلشته لأنه أنا كنت محتاجه جدا، ما كانش في طريقة أوصل هدايا لأهلي. أختي أجاها بيبي أول ما جيت على كندا، وما كان في طريقة إلا بدك تتصل تلفونات، ألو بالله تروح تاخذ هالقروض، اشتري لهم هدية، ابعث لهم إياه عشان توصل الهدية. فعملت هذا الويب سايت، بتلاقي فيه كل المحلات الموجودة بفلسطين، سواء كانت محلات أطفال، عطور، ورود، كل الأشياء اللي في الدنيا موجودة، تقدر تفوت تختار الهدية اللي بدك إياها وتقول لو سمحت ابعثوا لي إياها لأخوي في مدينة نابلس. إحنا بنروح بنشتريها من المحل، بنلفها وبنظبطها وبنحط كارت وبناخذها للشخص اللي معني، انت تبعث له اياها الهديه وبنودي له اياها في كل مدن الضفه. طبعا نحكي عن مدن الضفه، عن القدس الشريف وعن غزه الحبيب طبعا. ما شاء الله وقريبا جدا راح نبلش بعمان. ما شاء الله. يعني أنا بدي أسأل، أنت بتصيبك المشكلة، بتصير معك القصة وبتلاقي في صعوبة، وبعدين بتصير تفكر تعمل منها بزنس. طبعا طبعا هذا الاشي اللي انا بقول لك، انا لما كنت موجود بكندا اول فتره، فيش طريقه انك انت تبعت فيها هدايا، ولو بدك تبعت هدايا وتتصل على حدا، يا بدك تحول مصاري على الويسترن يونيون، يا بدك تتحمل جميله حد، يا بدك تقالب وتشيل وتحط، ومش راح تختار اللي بدك اياه. وطبعا ما انت عارف كلنا نصنا هون ونصنا هناك، فكانت الفكره لا يا عمي انا بعمل هذا الويب سايت وبحكي لكل المحلات تعالوا حطوا بضاعتكم عندي وانا ببيع لكم، باجي بعطيكم كاش وباخذ الهديه حلو. وبوصلها لاصحابها، وفعليا يعني الحمد لله استلهمت من المشكلة، استلهمت منها الحمد فكرة لله بزنس كويسة وقوية، لأنه بيحكوا من أفضل أفكار البزنس هي اللي بتكون أنت شفت صعوبتها بنفسك وشفت معاناتها بنفسك واستفدت منها، لأنه مية. بتبين فعلا شو النيدز المطلوبة والحاجات المطلوبة في السوق. طيب أنا بدي أختم معك، لكن بدي منك أي شيء تحكي فيه للمجتمع العربي. شو بتطلب من المجتمع العربي، خاصة المحيط فيك في أوتاوا، أو الموجودين في كندا، شو بتوجههم في الأعمال، في البزنس، الناس اللي جالسين مش لاقين عمل، شو بتحكي لهم؟ أي كلمة حابب توجهها لمجتمعنا العربي في كندا؟ اول شيء انه طبعا الله يحمينا كلياتنا ويحميكم جميعا، بس الاهم شيء المصلحه الاولى والاساسيه هلا انه ندير بالنا على صحتنا وعلى اولادنا ونضلنا امنين لحد ما نخلص ان شاء الله من هالفيروس اللعين، هذا اهم شيء واول شيء، وبتمنى السلامه للجميع. ثاني شيء يعني احنا ناس محظوظين جدا انه موجودين بهاي الدوله، هاي الدوله خلتنا ابنائها، احتضنتنا، اعطتنا الأمان اللي إحنا أصلاً فاقدينه وأعطتنا الفرص. فيش أفضل من إنه إذا في بالك فكرة ولا مشروع وحابب تنفذه، إنك تنفذه وتنطلق له. بدك تنجح، اسهر الليالي كلها، هاي البلد بتأمن لك إنك لو سهرت تاخذ النتيجة. إحنا في بلادنا ما كانتش عندنا هاي الفرص وما عندناش هاي الـ 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 القدرة على إنه عن جد تنجح بشيء أنت ممكن تعمله، هلأ موجودة هون. بس امشي ورا الحلم اللي انت بدك اياه وراح تحققه بكل بساطة. نعم، يعني هذه نصيحة مهمة جدا. الناس بيطلبوا عنوان المغسلة، هذا عنوان المغسلة يا جماعة، اوتاوا 2592 ديلزوتو افينيو. اوكي، احنا حنترككم اياه كمان على التعليقات. اخي طارق يعطيك العافية، تشرفنا بوجودك معنا حقيقة، كان لقاء ممتع، والحقيقة انه بيعطي الهام للناس انه انت بامكانك تبحث عن عمل. انا لما جيت على كندا
تفاجأت إنه في محل لتأجير البدل، والبدل الموسمية وبدل المناسبات وبدل أي، فأنا تفاجأت. فهي البلد في أشياء كثير ممكن أنت تفكر فيها وتنجح، المهم إنك تفكر، والمهم إنك تعمل، والمهم تدرس صح وتبدأ خطواتك الصحيحة في الوصول، وصول للزباين تبعونك. راح تلاقي زباين، يعني أي شغلة بتشتغلها حتشوف لها زباين، وحتكتشف إنه الزباين ما دام أنت بدأت من حاجة عندك حتشوف في كثير ناس لهم نفس الحاجة. فهي رائعة ورائدة، أنا بشكرك على وجودك معنا، وإن شاء الله دائما بالتوفيق. وأنت واحد من رواد الأعمال اللي يعني مثابرين، واللي يعني مثال لرواد الأعمال اللي ما بيستنوا على شغلة واحدة، ودائما بيحاول يحفر ويتقدم ويشتغل حتى ينجح أكثر وأكثر. يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله العرض اللي أنت تفضلت فيه كثير من الناس يسمعوه ويتوجهوا إليك، يستفيدوا منه، يستفيدوا من هذا العرض، تعرفوا على الموقع تبعك، تعرفوا على مكان المغسلة، وكمان يستلهموا منها عمل مشابه أو نفس العمل في مناطقهم. ممكن تساعدهم وتعطيهم شيء من خبرتك طارق؟ طبعاً اللي حابب وشايف إنه في فرصة في المنطقة اللي هو موجود فيها وبده يفتح، وأنا بقول لك حتى في منطقتي كمان في فرصة لمغسلة ثانية، فأي حد من جاليتنا حابب إنه يكون في هذا المجال مليون أهلاً وسهلاً، يجي عندي ويتدرب عندي ويشوف كل التفاصيل، من عيني التنتين راح أعطيه من الألف للياء. ما شاء الله عليك، يعني يزيد الخير علي مش بقلله أكيد. ما شاء الله، هذه الروح اللي بدنا إياها دائما تسود مجتمعنا العربي. يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء. شكرا جزيلا لك محمد، إلى اللقاء، شكرا جزيلا.